السلام عليكم ليكيب، شحال تكونوا بخير وعلى خير. جوله جديده في عنابة، جوله ليالي. بدينا نصوروا في لاري بيجو، درك انا حنخرجوا ديريكت للكور، نروحوا مع العمل لكم مره ونيدينا نبداو ان شاء الله. العاده سلام ورحمة الله. شبي يا حبيبي ومقفول على جهتين، نقدمك ماكسيموم. جيني سيدار، الله يريد جيني سيدار من هنا. ها هرواح. هذاك القصة طلع طلع طلعها. ها؟ القصة طلع طلع هذا الشاوية هذاك. ها قص من تما برك. واش من دارونا ديكا ولا دارونا ديكا. سيركيلاسيون كبيرة. أقسم بالله دارونا ديكا، صيف هذيا شهر 5 كيلو سونس انتردي. شفتي هذيك خرجة تاع كوبا كنت هاود البحر مقفولة ما تقدرش تهاود الشبي من هي مكسرة ترافو هذيك تدي وتجيب الدورة اللي قبلت السيفييد هذيك كنت تخرج لازم تدور هكا ترجع للبولفار ما تروحش تروح جهة السنكلو ما تروحش جهة الشبي وشبي والسنكلو ما تنجمش تدخل لازم تعدي على البولفار حصرينا كل في كاجاك شغل فهمت شو جاي يديروا فهذا والله مشكل عبد يسكن تما كاريتا باهي يطلعوا لازم موطو حابين يميزرونا برك وفراد ما حنا نسكنوا تما شغل نخلصوا مع الناس هما يمسطوا على الناس اللي قاعده تحوس فهمتي يقيس دوره ويروح يروح بس الناس اللي تسكن تما كيفاه يديروا اخويا الله ما في نقري في كوفون طلع لسنة 2023 باتجاه هدفين الهدف وهو تكريزة في تاريخه بعد المرة الأولى التي كانت في 2005 موطو في الليل وسيل يا بس تسمع بنت كنت أما تقول أني نخدم ولا أني نخطى هم بوسيب عبر ملعب الوليد هدفي بأوهام ولا تكون عندك موطو صغيرة راسي كونستانت هذيك هذيك تعدي نورمال هي فوق 125 كلها بصح البلاكا اخويا اللي معلقه معلقه ممنوع الموطو مش معلقه ممنوع 125 اوعى الصوت هذوك ماشي محطوطه 125 ممنوع الموطو ديريكت أن الجزائر وفعت كل الإمكانيات لتقنية صادرات ومرافقة المنصب إجراءات احترازية ولقاء اتخذتها المديرية العامة للغابات وتنسيق مع كافة الهيئات سخانة كبيرة اليوم ان شاء الله كبير لا لا النهار في النهار هذا ثلاث ايام اخويا ثلاث ايام وهي الدنيا وربي يستر لك ما يجي شي حل ولا شبل شوي يا صاحبي كيما مع كل عام والله هنا يقول لي مرة بارك ما تبدا طاري شفتي لي شونتيون البارح واليوم والبارح راجل تاع البحر وين البحر؟ بحر في بلفودار وبحر في محسوب هنا في كرتون ياشي في بلفودار يا دنيا بيان ود بقرات رحت معاهم نشوف الكرة زعما محسوب الزلم كان في تحت في بدر وقت موسى هذاك ما يكرطي هذاك الصح
قصر وكذا. الصيف تعرف يدرك عنا بكرة في عدد كبير من الصباح. يدرك مليح صباح بكرة. ولا في الليل. تعرف في اللجنة الثقافية والسياحية لبلدية عنا ضابطة صرت. صباح بكرة خلاص هي الحرة كل ملاح. شوية على خمسة ذيك. والله تشوف بحر تعسف في سينك والخضراء. واه والله. خمسة الصباح اقسم بالله نوريك في الاوراق. وحدك. وصلوا ليك على الصيف والجزائر. بدي هامش الغاش. بحر الصيف. تشوف مين اللي جاو ثلاثة برا هنيه سكروا في بدري سكروا اي مور مش سكروا شي جام شي فرح مور كما ولا في وقت نواعي جات ضغط من ضمن الزام في الدار البحر لقيت واحد يعوجو وواحد راقد في الارض واحد متكي ياكا تخلع قلت لي فيلم هذا قبلوها في شغلو قاعد لا جاو قاعد قدام مقصرين وبداو في بعضهم يتهرشوا جاو تخاصروا في الزار مصبرهم من كرطة بلاد وصوارد وهاجوا مع بعضهم يكسروا في قاعدة الشراب فيدرو كامل يخزر والهكومة ويني يا كان شوف الهكومة زادت قطعين طريق قلت ودي راه تروح ودي مضربوك راه تروح مضربوك راه مشى شوية وبدا يسب في قدرهم تساوي الحربية هاي ساكوش خرجهم لي بواحد دب زايرو تروح ودي بدو جات الهكومة بعد كيفضل جات الهكومة فض بيا ايه بس قلت الفيدرو كامل يجري يا خويا الناس داخله في بعضها نورمالمون مع تبدا السكره بعد تجي الحكومه تطب نورمالمون كيما واش قاعد دير؟ استر روحك اخويا انت بدك ربي يستر روحك تسكر اخويا تسكر في واحد في البحر 12 قايله قدام العائلات اش بيك اخويا؟ وقت هذا تسعه وراك ري دار اخويا يسكر فيها ولا ما بيديش اقعد فيها داخل اقفل على ركبه المفتاح وكتلوا بعضك كاين غمار كامل دم رجليات جرح هذاك كاين عباد تحلل ما قديش الشيخ هذا لازم كيجبر لي يروح يقعد شهر وقعد يرتاح دقدق كامل شغل بالضرب يا داك الصاح كيما كان يدو البوستو تاع لو كما جاش واحد مصحصح شوف كنت حاوس تفهم ما قطعير لها من الدم تلقاه شارب بوشون شغل هذيك شم برك الراحه بس جابوه رد لعبيت سينك هذيك ايه ترى لازم تمشي قلت لك المهم قلت له رد لعبيت سينك وكعبات بر هكا كان حتى اليوم نفضوا نطب مزيان كملوها في ثلاثه هاك والله عفت قي هنا حاشاك حاشاك حكمتهم ما ترحمش سيبوها الدم في الشوكه ومن بعد واحد رقد دكا والواحد راسه هذيك رايحه سكرات الموت متكيان سروالو قريب بالماء وبالقي في البحر قاعد يدوش فيه هكا ما صحصحش واحد كركاه من هكا وما ديهم صحصح شويه قلت واحد برك من العالم قريب بس بوشات وفوقها تريكو فهم يسرقوا هذا داولهم كلش وكان مثل ما كانش قروه ذاك يبدو دم مش هذكر اخويا دي وكوستو تاعهم قلت لك كيما فيلم مصري بشوي انسى تضحك وهيدي صوروا شو قلت لك؟ ما جميلة قلت لك طلعت والله يقول لك أنا طلعت حشمة رحت 13 قاسية شتي قاسية رميات طلعة والهبطة أخويا قاسية
دايرين الشونتي هذاك اللي حالين ميجا بيتزا لا 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 قبل هنا هنا شتيه الشونتي هذاك اللي هم قاعدين يبرجوا في الطريق وطالعين بها الفوق جيت حتى لجهه الجينيسيدا وين جي وين تسلحفات هذا يعطيك الصح شونتي باين توا 10 سنين جو صيف وبداو يخدموا فيه شتا كامل ما تنجمش تحكي كيما هكا وخطره في الصيف هو اللي يقدر يزفطوا الطريق وبتقد فهمتي مش بس ولا كان شفتيه يزفط في الطريق باش تعرفها بلي خدمه تاع 10 ايام بتتشق فهمتي يوم شتا عدا صيف هنا مشكل قدره انا كان جو صبت انا اه كانوا قادرين ياخذوا يا يعني صح هي في الصيف خير بس وما ما صبت شنو كان جو عندهم شي مكان عادي يحبوك شوف يخدموا ناس منين الجزائر كامله تشوفهم قاعدين يخدموا تعجب برانيه كل دي اه ديري والله خد يخدموا عرفتها اه صح صديقك فيه خد كملوا هذا البلا ودور بها ما بيدير فيها شيء موت وعد تبيع راديو بيان والله بيان أني في تاكسي دوك ونطلع الدار أني دوك نطلع ندوش ونعيط وعلاه وراه انت هذا هو ذاك المودا فتنا 9 ولا 12 وغدوة غدوة نورمالمون غاشي كبير غدوة الجمعة مرة فد شوف تليفون فكرت كنت حاطه هنا وطلعت من فرو دار وحطني في شابي واحد قرام عنده كليو كلاسيك بيضة كليو أونسيان هذا يقال تحت زركة الكور سيدي عنده؟ اه شديه نسيته عنده معي 12 يزابل ما يهزش ومن بعد طفى تليفون اني خواه اي والله هي رحت له ونيقاري ما يقاريش تمو فرو دار يدور مرة من مرة من كل مرة وين عندوش بلاص ما عرفوش عني تربي كي نخدم غيري ولا عيط خويا جاني في طمو بيع هبطنا في الكتنة مني زون في دمه هبطت في زركات على بلا الزر مطح فيها طحت فيها طحت فيها ربي نطيح نطلع كف ونقص قعد قلت له عمو انت عندك تليفون قال لي اه اني ما عرفتش دخلت في طمو بيع غير ما حكمني ونطيح عليها اللي كنت بيها اللي قلت له وجه وما قال لك بيع حتى جا خويا حزن حبي يديها بيسرق ويهودي اللي جا في طريق بعدين ما عرفتيش ما عرفتش تهز بورتابل قد سوني هوك ما طفيتها تعرف طفيها البورتابل
طفاه درت لك الكود هو ما فيهش كود مسخربينا ديرك مسخربينا درك وليتي عند كبر كل ليكتو شعر وابي حدا الجريمي وفنتم والناس ما حد يهز هذه عطات الصباح لو كان ما يهزش يقولوا ما عرفش قاعد يزرب طفي ديا شوف ليكتو ويش جوال ما حد يهز قدام تليفون انا ديريكت يصوني ديريكت تليفون هز ديريكت الو اخويا ما تخافش وتليفون مولاه او طاح لوني يدو واحد يوصل ثاني قول لي وين نلقاك ولا شوف فات كونتاكتيه ولا كدا هذاك يعيط واحد اخر خاطي هو فهمت بصح كي هو تسمى المفروض انا مري فات كي من وراها بعد ما في دبس من نسيت عن طاكسيار عيط له دم بعد قال لي في جيني سيدا رحت مع خويا جبت تليفون تليفون واش هدر بها خويا شو عم دقدق هو كترون طاي دي فوتو لي في يعطيك الصحة من ديمتراز دي فوتو تاع خويا وني والله غايدة تاع وقت المصور وزت عطاه لي خويا به بحوايج وفيه الحوايج تاعو سما قال لي تبغاني فيه راح له زاد قال لي راه ياي فوتو من ديمتراز غايدة في يدك كاملة تليفون شنو ندير بها اللي عملها انا ديما بسمبل انا ونخلي واحد في الدار كبير دور بعد غمى على السيكلة عبدو الله بني خلص عيك عبدو الله دمو بني خلص كنت سيارة كمام يقول لي انا ربعة ثلاثة نروح يقول لي انا هدف من الليل هدف من هاك خلاص خلينا ضرك اخويا خلينا وجدي غموك الناس وكان يكي يوم يتعبوا هذا برك هو هذا المتهم نسيت 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 دخان عبد الخلص في الداخل شي دخان اصلا جوش كاين هنا يا ما مشكل هذاك راه خش يجيني سيدا ريمودي ربي انا يا ربي يسهل صحيح
الشبكة الصيفية للبلاغة عنابة. تنوع أثير يجمع لا في صيف عنابة. برامج متنوعة. سياحة وثقافة. معالم جزائرية. نقل مباشر وتفاعلية. فصيف سائر البون الأثرية. كوكتيل صيفي متنوع. رقمات معمقة. ها؟ أروى وحدك رايا هني ما نكرف فاهم سامحني Thank you.
عييت صبر عييت صبر انا كي ندير كي ندبر مدفون بلا قبرنا هم هرا هم شي ابني القلب تعمر لا بريا لا تليفون لا خبر على جلها نحجر ننسى قاع محامي لا قصتي قصة حكاية طويلة ما تنسوا عشقتها فرنسا خلتني محير مكواني عشقها سوسة زادوا داروا عليها العصر كي بغيتو ننسى الاستوار اللي بينها وبيني راني مدمر خلوني نروح حجر العمر قلبي تفكر اللي راح حجوك وهدني قطعة تبحر يحسن عونك يا قلبي صفور ما عنديش صغار هاد المحنة راه كواتني مغالب Thank you.
قلبي بقلبي ضل ضيله Thank you.
ما تقوليش الميمون ربي وصيها يا بابا يا هاد حد العشرة وهذا ربي ما كتب موام الشيراني نبغيها ديما يبني خيالها أحسن عونية يا ناتب عتاب حرام انسختي هانا تبغيني يا ناتب عمش حرام من لهي لحبة قولولي مشينا ما الحرام بالك ما تبغينيش وعلاش ما تقولش ولا تبغيني تقولي بظهر شطوم وبريام الشيراني نبغيها ديما يبني خيالها احسن عونية يا ناكب عتاب حرام
وعليك راني نكتب ونغني غادي بكي كيما بكيتيني والكلب اللي كان خلطني غادي نزيد نحكي عليك هي ما نكره حياتي ايقونات مدينة عنا بعد على كي كنت يبكي وليدي واش تقول؟ من المعروف انه كما نقولوا عبد الحكيم العفيفي عنده كما نقولوا لمسه في كل في كل المجالات في عنابه في التعليم في الرياضه في كما نقولوا في حمايه البيئه وهذا الشيء شرف لنا أننا كنا نتعامل معاه من قبل وما زلنا نتعامل معاه وما زال كما نقولوا ما زال يمثلنا موتيفاسيون ما زال قدوة لبزاف ناس إن شاء الله ورانا على خطى كما نقولوا. وأنت أساساً واحد من الشباب اللي مثلوا نموذج لشباب عنابة في عليهم في التألق السلام ورحمة الله وبركاته والله فاشل والآن راك في تيباس أخذوا إن شاء الله عندك بطولة عربية وطنية يا بكرة حكوا روح كيريان نعم نتكلم مع بطولة ولا كي تعدس الخمس فارس وكرش وكل شيء العدس كل نجيب في المستعطيه سي العدس لا كوني يلقي لك الرجل مع المدير صحيح مش تمدلو المدير صحيح السيد هنا في عنابة والحمد لله رانا في وصل قلتيه غيري صحيح ورانا كما نقولوا رانا مع الناس تاع وش بيه؟ سي بو على براسك عملنا برك هيا يا ياسر بكرا عيط لك هيا ياسر ياسر وكيف راه متكوبيش راه في التاكسي السقوط تاعك كان في موريتانيا على كان عندنا هدف من واحد الوقت مع في مجال 50,000 ولا لا نجريو في سباقات دولية وعلى حلال نشاركو في طور فرنسا أكثر في 5,000 خمسة لا 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 ما نفرزوهاش بخمسة لا ايه الصرف اخويا وانا نحقق نتائج معاه في بطولات وطنية ولا في البلاد ولا خارج البلاد ساسان الخطيب نتمنى لك التوفيق ان شاء الله وربي يوفقك يعيشك بارك الله فيك اذا كان معنا على واحد الرجال المتالقين في بوليفيه الجزائر ابن عنابه شنو تقدر تقول عليه؟ كل الكلمه اللي تربي مختار 9 سنين عطيني عندي خويا رشيد ومتبع عنابة احسن تمثيل قصة من سمعناها في مصر سمعناها في عنابة سمعناها في نسمعوا أغنية من زميلنا عبد الحق
نشوفوا زاوية محمد شريف. نقول لك مرحبا بك استضافة، بارك الله فيك. راك حاضر معنا في أول عدد وضيف هو أستاذك. أستاذ مكة صعيبة صعيبة باش نلقاو كلمات شكر وتهنا في حق الأستاذ. صعيبة صعيبة خلا كنا نبقاو نهضروا على الأستاذ يعني من وما نقولوش تاني أيقونة المدينة، راهو أيقونة الوطن، أيقونة الجزائر كاملة. أنا في 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 عيني راهو أخ صديق أب، خدمت معاه تطوع ما شاء الله، وقس الحاجة المناحة، قس القطاع هذا الكل، قطاع الثقافة، قطاع التضامن، قطاع التربية والتعليم، قطاع البيئة، ما شاء الله يعني ما كانش كلمات نوصفهم في حق. خدم المدينة، خدم الناس، خدم الرياضة. المقدمة تاعك حكيتي على الرسم، جاتني ليماج كان نرسم لنا في الطابلو، مبدع مبدع من بكري، مبدع ما شاء الله يعني. شرح نقول على الأستاذ راهو صغير يعني متعدد المواهب، متعدد المواهب، الله يبارك. انا نوصفه بلي ايقونة الجزائر. ايقونة الجزائر، ما احسن الاختيار. فرحت، دي الحاجه اللي فرحت انا، فرحتني خلاص. انا نفرح بالاستاذ وديما معاه وما شاء الله نبقى ديما مع الفرحه. عايش فاضل وحش عليا نسمعها. تفضل. هذا الضر عليا أنا يا ضرباني غريب، لا من سال عليا فضل وحشة عليا وشار نبكي في الليل مع النهار. خدي مجريا عقلي بهواها طال راح ما ولا شي ليا. انا يا ضراني غريب لا من سال عليا والدمعة مجرية نتذكر أيام الملاح جاب الضر عليا. أنا يا ضرباني غريب لا مثل عليا نجوم المدينة. إذن كنا سمعنا الفنان القدير والكبير محمد الكرد الله يرحمه. شي نبقاو معك. دونك تكلمنا على الطفولة، تكلمنا على أنك مارست العديد من الرياضات في كرة القدم، في كرة الطائرة، وأيضا الدراجة. بما أنك كنت قريب لستاد شابو مارست الدراجة الوقت هذا، شكون كان قبلك؟ في العائلة تاعي كانوا قبلي، كان جدي بابا زعمومي ربي يرحمهم في جوج، ربي يرحمهم كل شيء فاسون، هذوما الكل كانوا يمارسوا الدراجة قبلي، وعندي خالتي ثاني يمارسوا ثاني الدراجة في جوج، مازالوا درك يمارسوا الدراجة. زيد الشيء اللي نعرفه أنا أنه الشباب الكل يعني تقريبا في السبعينات والثمانينات اللي يجي يتعلم الدراجة يجد أمامه رجل محترم، نعم. رجل يعني دراج كبير، نعم. وابن عناب البار، نعم. ويحب الأطفال ويحب الدراجة وعنده لاباسيونس هذيك وعنده الصبر، هو علي بن طاهر الله يرحمه. ربي يرحمه والله، كل ما يكون مازال حي كل ما يتحسد عليه. السنة هذاك تعلمت عليه ياسر، عشت 10 سنين دخلت عمره، وخويا رشيد كل يوم معاه يتفصلوا لي يكشفوا لي الجماعة يسبوني ولده داير البو كيما هو منظر يقول لي باباك، نقول لهم بابا
هذاك الوقت كان يولي بدر نقولهم بابا ربي يدير تحنا اللي عنده عبير كي الانسان كتريع بها فيه فيه راحه سبيسيال خويا رشيد وحنين حنين انا نعرفه عندي خير لانه الوالد الوقت هذاك داني انا صغير ولكن ما نقدرش نطلع فوق الكادر فوق الكادر كيما نقولوا دخل رجلي دخلت في الداخل ما شفت روحي شويه هكا مالاليز نعم وليت دخلت عند عمي علي دودو الوقت هذاك عنده سيربيه نعم ولكن تشفى الوقت هذاك الخمسه تاع الصباح كان تولي ديسيبلين في السطاد كانت أمبيونس واحدة أخرى خلاص والثمانية نكونوا في القسم نقراو عادي ربي يبارك كانت أمبيونس واحدة أخرى خلاص مي عمي علي بن طاهر الله يبارك قدم الكثير وما خداش حقه ما داش حقه ما داش حقه ما داش حقه حتى من حيث الشهرة يعني ما حتى خويا راشد مش ومات مات في 2014 مات في يعني هنا 4 أكتوبر 2014 وقلق قلق 21 ديسمبر 1932 تسمى الشيخ اللي قلت لك خويا رشيد كي كان يحكي حكايات على الدراجة نقول له لا مش في مش في تبسة في الغرازة تلمو عشت معه ياسر ما طواش حقه خويا رشيد وزيد ما كانش حتى دركة باش يديروا زعما انوماج للشيخ بن طاهر يسميوا ليه صالة ويسميوا ليه حاجة الشيء اللي داره هو كدراج وبعدك كمدرب كمربي أو الناس كل اللي عدت عليه أو مش خير يدربك أو يمدوا حد ثقافة الدراجة حاجة كبيرة ياسر ربي أكيد أنت نرجع لك دائما نعم. لأنك أنت نجم العدد أكيد ديت منه حوايج بزاف نعم كمدرب نعم وكلاعب نعم. وكرياضي نعم خويا رشيد أنا مش هنقول لك أنا حاجة جديدة ليزونسيان كتدي من عندهم حاجة ما تلقاش عند الجدد تدي مع هاد لونسيان وزيد تروح تقف روحك تقرا كتاب ولا تروح للانترنت زيد تقف روحك انا كني عيطت للبروفيسور اي حاجه جديده تجي في البسكيت نحكيها له انا ولدي من عنده هو باش تكون مدرب مليح لازم تكون عندك خلطة لونسيان تعرف لا ميثود تاعهم وتعطيك التجربه تاعو هو اللي عاشها التجربه تاعو تاع كل يوم عبالك الشيخ ربي يبارك راح لسانتيتيان بكري كان يديروا جملاج نطلع الناب وسانتيتيان دير فريق تاع الناب في سانتيتيان حاروا فيهم كيف يركبوا في الدراجة كيف يمارسوا انت كتعيش مع ناس كيما دم خويا رشيد تولي متميز بلا ما تثق مع روحك وحنا كجيل يعني تاع ستينات سبعينات ثمانينات كنا نلقاو القدوه قدامنا نعم كنا نديو من صح كنت تشوفهم قدامك الناس كبار هذوما اليوم نحكي مع واحد الرياضي قال لي جا واحد يدير في ليكيب ناسيونال تاع ناتاسيون قال لي كان عايش في كندا قلت له قلت في عمرك قال لي 73 سنه قلت له ربي يبارك قلت له كنت كتريها معاه قدر تخلصوا باش يعطيك الاكسبيريونس تاعو قلت له خصنا دوك خويا رشيد انا مد باليش الحصه بالك شد بصح لو فات تاع تدي ليكسبيريونس مع لي زونسيان هذيك ما عادش تامن ولا ما تامن نعم نعود للزاويه محمد شريف ونعود ايضا للحكيم بريحي هما مش فقط الان رم اصدقائك رم معك في النادي راك موبيليزيهم في كل تاعك نعم ربي يبارك تلاميتي انا ما نشوفش فيهم تلاميتي درك احبابي اصحابي تعيط لهم مومون يجيوك نفس العقليه انا الشيء اللي نحب فيهم تسمى تطوع خويا رشيد وعالم واحد اخر ما نحكي لكش تطوع حب الوطن ولا حاجه شيء يعني نوبل يعني والله يا خويا رشيد انا كي نحكي في مكه شفتها فيهم هما انا نعيط في الليل يجيك في الليل نعيط له اوتوماتيك يجي يقول لك المشكله تاعو بالدراجه من البوني وبالدراجه كيما درك جاب بالدراجه من البوني جاب بالدراجه هذه دراجه خضراء جاب من البوني 2019 وانا ما نتمكن بالدراجه ما نخدم للدار بالدراجه هي خويا رشيد كي تبريمي حوايج بوزيتيف لي جون دوما فهمتي مادا بينا من خلال كيما نقولوا عندنا الاذاعه والناس الاخرين خليو الناس اللي يحبوا في الحوايج اللي يديروا فيها محنا ولادي تاني عادوا يحبوا الحوايج اللي نحبهم ما نريد فيك الطاقة نقلت موسى عبد ولده موسى صغير موسى عبد الجليل عبد الجليل موسى عبد الجليل دركة لما ربي ولادنا على الخير ربي ولادنا على التضامن وربي ولادنا على المحبة ولدي دركة نقول له اللي يحب بلاده يكملها هو ربي ولاده كان فوتو مصور به ولده موسى ربي يبارك ربي يحفظه صورته وصورناه لديراكسيون تاع واحد وحده لبس الريكون يتوي وحده وبعد صورناه بالفيلو تاعو قلت في عمر الوقت الفوتو 3 سنين وواحد سميناها اللي يحب بلاده اللي يحب بلاده يربي ولاده
عندكم كثير من الشعارات والله. هو في الجزء الثاني ان شاء الله غنتكلموا على النادي الاخضر. نعم. وعلى نادي جرين باي. نعم. ونتكلموا كثير على النشاطات تاعكم وكذا. احنا في الجزء الاول فقط عرفنا من هو عبد الحكيم العشيشي. على كل المستمع الكرام، تقريبا الجزء الاول من حصتنا نجوم المدينه انتهى. نخليكم مع هذه الاغنيه لشيخنا ابراهيم باي، كي اليوم كي زمان، ما تروحوش بعيد. سلم الكأس لقائد فريق أولمبي كشريف الذي حصد الكأس 56 في تاريخ الجزائر للمرة الثانية. استراتيجية وطنية لمجابهة الحرائق خلال صيف 2023 وضعتها المديرية العامة للغابات. 10,000 حرفي ناشط على مستوى ليفاندا يوفر 8,000 العمل التشاركي بين المديرية التنفيذية والحركة الجمعوية بعنابة لإنجاح حسن الاستهداف. والأمن الحضري الخامس بعنابة يتمكن من حمية القضايا خلال 72 ساعة الماضية. سلم رئيس الجمهورية كأس الجزائر للموسم الحالي 2023.
2023 كرة القدم نفعت للجمعية أولمبي شلفة عبد القادر بورسعيد بعد الفوز الذي تحقق بنتيجة هدفين لهدف بعد الوقت الإضافي. كما سلم رئيس الجمهورية ميداليات للحكام واللاعبين والطاقم الفني والإداري للنادي ويخلف نادي جمعية الشلفة شباب بالمزاد في سجل المنافسة. أولمبيك شلفة فاز بكأسية الجمهورية 56 في تاريخ الجمهورية بعد 120 دقيقة من الوقت الرسمي والإضافي. الجمعية 66 ويملك الأسم الجمهورية 66 والمحدد لقائمة العياد الرسمية. وكذا نص القانوني المعدل والمتمم للقانون 83/12 المؤرخ سنة 83/900/1000 المتعلق بالتقاعد. إجراءات احترازية ووقائية اتخذتها المديرية العامة للغابات بالتنسيق مع كافة الهياكل لتفادي اندلاع الحرائق والتدخلات الآلية التي وضعتها المديرية حال اندلاعها للحد الفوري من انتشارها. المدير العام للغابات سعيد جمال طهراوي يقول ضيف الصباح للقناة الأولى بدراسة مشروع عملنا مع الدرك الوطني والحماية المدنية لأن مختصين يعني وأفراد من إدارة الغابات. هذه المجموعة عملت على معرفة الأسباب الحقيقية التي تؤدي لاندلاع الحرائق. وضعنا ميكانيزمات لتفاديها وعملنا أشغال وقائية لتفادي اندلاع هذه الحرائق. أما بالنسبة في حالة ما لا تكون هناك نيران فكل الميكانيزمات والوسائل الأدية والبشرية تتحكم كامل القطاع عالية لايما كامل تضافر جهود كبيرة وهذه يعني وضعت سجلت مديرية الموارد المائية ارتفاعا في طاقة الإنتاج فقط 169,000 متر مكعب خلال الأشهر الأخيرة مع تسجيل عجز على مستوى سد الشافية لاسترجاع عمليات التوزيع العادية للمياه الصالحة للشرب والقنوات الشعبية. جميلة بريكي مدير المواد المائية ببلاية هنابل المزعجة. إنتاج حالي في نهاية فبراير إلى 15 ماي كان الإنتاج يصل إلى 110,776 متر مكعب وكان عندنا فائض وعجز كبير اللي هو ب 101,000 يعني كانت خاصة ست شافية كان العجز تاعنا يوصل ل 62,000 متر مكعب يوم. بصح بعد ما جاتنا الأمطار الأخيرة وصلنا ل 135,609 متر مكعب يوم. يقعد توجور فائض اللي هو 76,600 متر مكعب والعجز يقعد دائما نسد شافيا لأنه مازلنا للآن أوني أونتخان بيتوبيزي للاش من الباراج نستنى وحتى يوصل على الأقل احنا يعني الغاية تاعنا أنه الباراج شافيا يوصل على الأقل 34 مليون متر مكعب تماك نقدر نعود ونرجع للسيستم تاعنا يعني نعود نمدو عبر قناة ميساسون لتوصل لنا حتى الشعيبة. يسجل قطاع الصناعات التقليدية والحرف بولاية عنابة تزايد في عدد الحرفيين المسجلين على مستوى غرفة الصناعة التقليدية مما يفتح الأفق للتوظيف حيث تحصي لحد الآن الغرفة حوالي 28,000 منصب شغل يوفر له حرفي الولاية. مسعود بن زايد مدير غرفة الصناعة التقليدية بولاية أكثر من 10,000 حرفي مسجل في مختلف نشاطات الصناعة التقليدية سواء كانت صناعة تقليدية فنية أو صناعة تقليدية للخدمات أو صناعة تقليدية لإنتاج المواد. 10,000 حرفي مسجل في الغرفة تعطينا عدد العاملين في هذا القطاع من فوق 28,000 عامل في قطاع الصناعة التقليدية وهذا احنا نعتبره رقم مهم بالنسبة عنابة لأنه قطاع الصناعة التقليدية راه قطاع خلاق لمناصب الشغل. وآخر دراسة درتها قطاع الصناعة التقليدية وقطاع السياحة يعطينا بأنه
اقل التشغيل للحرفي يعني مستوى الوطني، يعني كل حرفي شغال اقل حاجه ثلاث اشخاص في كمعدل في الورشه تاعو، وهذا اللي خلانا نهتم اكثر بهذا القطاع. ومع افتتاح موسم الاستياف تعرف مدينة تعنا بدا وفد عدد كبير من السواح، ويهدف الاستقبال الجيد لزوار المدينة، حيث تعطف اللجنة الثقافية والسياحية لبلدية تعنا بالتنسيق مع المديرية التنفيذية والحركة الجمعوية بالولاية لوضع مخطط عمل تشاركي لإنجاح موسم الاستياف. مجيد برويس رئيس اللجنة الثقافية والسياحية ببلدية تعنا لسفيان عبيد. برنامج بلدية عنابة راح يكون دائما بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، صحيح البلدية هي عندها إمكانيات ولكن ما تنسقش مع جمعيات المجتمع المدني ولا مع المديريات الولائية مثل مديرية السياحة ولا مديرية الثقافة ولا مديرية الشباب والرياضة، ما تنجمش تنجح. على سبيل المثال عملنا أيام الطفل العنابي دخل وصي احنا عندنا في الموسم الصيفي احنا جوان جولي ودخلنا لها الدعم من كل شهر جوان شوية مع بيرتيرباسيون تاع الجوية وكل شيء، احنا كل ما نسقناش حاليا مع العديد من الجمعيات نجحناش. وفي إطار محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية، تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس خلال 72 ساعة الأخيرة بحل قضايا تخص السرقة والترويج بالمخدرات. وتفاصيل مع ضابط الشرطة الرئيسي بشار ياسين المكلف بالعلاقات العامة بأمن المدينة. هذا مسمى لما سمعت من مصر الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في أخبارنا معنا على في نهائي كأس الجزائر. رئيس الجمهورية يسلم الكأس لقائد فريق أولمبي شليف الذي حصد الكأس 56 في تاريخ الجزائر للمرة الثانية. استراتيجية لمجابهة الحرائق 2030 وضعتها المديرية العامة للغاية 10,000 حرفي نشط على مستوى ولاية عنابة يوفر 28,000 منصب شغل. والعمل التشاركي بين المديرية التنفيذية والحركة الجمعوية بعنابة لإنجاح موسم الاستياف. الأمن الحضري الخامس بعنابة يتمكن من حل 3 قضايا خلال 72 ساعة الماضية تخص السرقة والإتجار بالمخدرات. إذا مسمعنا مسمعتنا من الجريدة الإخبارية للعشرة ليلا تقبلوا تحياتي وتحيات زميل عبد الحق عباسي من ورئيس وجهة اللقاء. الأحوال الجوية. اليوم غد ان شاء الله بعد انقشاع ضباب خفيف في الصبيحه والمصحوب ببعض الغيوم السفلى نرتقب اجواء قليله الغيوم عموما في بقيه اليوم. الرياح تهب شماليه غربيه وبسرعه 20 الى 30 كيلومتر في الساعه، ثم تتحول الى متغيره الاتجاهات في المساء وبسرعه 10 الى 15 كيلومتر في الساعه. درجه الحراره القصوى المرتقبه اليوم غد ستتراوح عموما ما بين 28 و 33 درجه على المناطق الساحلية وما بين 32 و 38 درجة على المناطق الداخلية. بالنسبة لدرجة الحرارة الدنيا المتوقعة لليلة المقبلة وصباح يوم غد ستقارب 22 درجة بكل من عنابة والطرف و 21 درجة بكل من كالما سكيكدا وسوق حراسة. حد البحر اليوم غد ثم يصبح قليل اضطراب في المساء بحول العالم. اطلع يا الهم فيه بعد بابا روم يسموه ممنوع كنت احبس اللي اقول شو فهمنا كيف تحبس اللي
C'est bon, mes doigts. والصناعة التقليدية.
شبك شي غلط. صور نحطها في الفيسبوك. قلت له ولا سبيسيال كي تاعها بالدراجه نديرها بالدراجه. خذيت الفكره وقلت نعملها بالدراجه. وواحد السهل على النوم قلت ننظف وحدي. قلت لها دور وحدي فتحت الصفحه سميتها جرين بايك بالدراجه الخضراء. وبعديك من وراها سمعني من وراها بدا يجيني واحد يجيني زوج يجوني الناس قاعد يتطوعوا معايا. وفكره كبرت الحمد لله رب العالمين حتى حطيناها في لونداف في سنسور دروات اوتور كما كون فكره جزائريه محضه فكره تاعنا. ودركا الحمد لله دركا كجلسه الدول دركا حاب يدير نفس الفكره شفناها في الامريكان كي غير بدي يخدموا بها عشرة هذه الدراجه ويستلزم الدراجه في تنظيف الاماكن. وخويا رشيد احنا نقولوش بلي حاجه كبيره ياسر بس نقولو بلي هذا كي نقولو احنا جوست توازن بين الحق وواجبات المواطن. يعني احنا نقولو اللي حد اللي حد البلاد ينظف بلاده. حنا كي نمشيو كيشوفوا في اللي طورا اللي فيات ولا حاجه حاجه سهله ونمطو مسو رياضه ومسو تجوال ندورو بالدراجه وندي معنا الناس ونعلمهم ثاني كيف يركبوا في الدراجه كيما يقولوا بالفرنسي جوال اللي تيرا لا غريابل كيما يقولوا. ونروحو ننظفوا ونعطيو نظره مليحه على المدينه تاعنا وعلى الولايه تاعنا وعلى الجزائر عامه. وأكيد يعني البداية ديما صعيبة. ولقيت يعني هؤلاء الرجال اللي راهم معاك اليوم من بين الأشخاص اللي يعاونوا فيك. نقول لك خويا رشيد لاديزيون تاع الشباب تاعنا اللي اوتوماتيك يشوفك دير الحاجة تاع التصلاح يتبعك يدير نفس الشيء وبدون تردد. كما درك عم شريف وجا درك بالدراجه من البوني تشوف كيف مزار بيبات ما شاء الله حاجه بيان كي تتعلم الحاجه هذيك الانسان. حنا مادا بينا نعلمو تاني اللي يجيونا واللي صغيرو اللي يجيونا نعلمهم كيف يمارسوا الدراجه كيف يركبوا بالطريقه الصحيحه. ثم خويا رشيد كبار ميدان كان التخصص تاعو كان الناس يحبوا يديروا روحهم مدربين وما يعرفوش كان في هاد الامور كل واحد اختصاص تاعو. حنا مادا بينا وصلوا الميساج باللي كان الطرق تاع استعمال الدراجة ومنها الدراجة في خدمة البيئة والمواطنة. حبينا تاني خويا رشيد اترافير لاباج تاعنا تاني خدمنا شوية كومونيكاسيون الحمد لله دوكا نعرفو كيفاه كومونيكي كنوصلو الميساج تاعنا اترافير صفحة تاني اللي ولا فيها 422,000 متابع. نحييهم تاني من هادي من نداء تاع النبا ونقولهم بارك الله فيكم بلا بيكم انتم مش نوصلو لاباج تكون كبيرة لاباج تاعك الناس يتبعو فيك من كل دول العالم في الصفحة ويرسلونا يقولون الفكرة تاعكم هذه فكرة جديدة ما دبينا نديروها في الولاية تاعنا. راح ساعة يجينا خويا رشيد يجينا هذا الميساج من طرابلس باللي يقول لك ما تفشلوش. احنا كنت تفشلوا شباب طرابلس يفشل يقول سبحان الله تقول الصدى تاعنا هذا وصلنا حتى للعراق وصلوا للعراق. العراق هو مبني ورايا وما يعطيكش العراق دلنا الشعار مبني ورايا ويطلع ليس كوماناتي لكنه وطني بالكار وطلع من بيها الشعار هذا من تسانك الشعار دركا ولا العراق اللي متدية ولا عند قريب عام كل واحد الشاب في العراق دا الشعار تاعنا. لا ليش بسم صدقة جارية ولا من سنة لا حسما يتعاملوا بها الناس يدي قد ينظف بالشعار تاع جمعية الدرجة الخضراء ولكن انتم عندكم حقوق المؤلف هي دفعناها المؤلف حتى معليش غير ظهرت لي جيتون برك جيتون تاع وش تاع بوكير يخليك ماهوش يدير هذاك لا لا هو حاجة تاع فرنسا استنى لازم نلقاوه تاع فرنسا تاع باش تقضي به استنى ولا يبقى مطيش انا نقول لك حاجة لا معليش شو حندير به معليش بصح حل الباب حل الباب ظهرت لي طاح عندك شوف اضرب هنا انا ظهرت لي طاح عندك لا 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 شوف حل شوف شوف من الاول انا وهي عملية تطبيق اه هو سي موخو لا النقد يبيع تحطه في الشاري ودز شفتي تحقوه تما هي يا اخوي هيا سهلا بالامان اخوي الحمد لله احنا في جمعيه في الدرجه
الدرجه الخضراء درنا لتعلم ثقافه المخابر. تسمى شنو نديرو عمليه استباقيه كي دخلنا في الثقافه هذه درنا تنظيف البلوعات. خويا رشيد تسمى نقول لك صراحه انا بورمو لو سومي قمه التطوع. واحد الانسان يحل البلوعه حشاكم مش سهل باش اي مواطن يروح لحياتي ولا حتى مش لحياتي البلوعه يرتب شنو البلوعه هذيك. خوف من الفيضانات خوف على بلادي خاطرنا على بالنا بلي يسير يقول لك يجيك واحد خويا رشيد تسمى نهضرها بكل صراحه يقول لك واحد مش قمه قمه البلديه. معليش خويا لازم تسكت فلفل علينا الكل يجي في انا ويجي في جاري ويجي في خويا ويجي في الرقم ديالي. انا خويا رشيد نفرح كي نشوف يعيط لي واحد من احنا في عندنا بعيط لي واحد من عين تيموشن يقول لي استاذ اني كنت في الدار قاعد خرجت من الدار ونظفت بالوعه من الصور وحتى معطى في الفيسبوك. نحن التحدي اللي كنا نبصره على رد النوم تحدي تنظيف بلوعة. صح كانت واحد التحدي كان الناس كما الايس باك تاعتو هذا بدون تاع لاكلاس صبوا على روحو. احنا قلنا ما وزلنا نهضروا نروحو ديريكت مول حاجه بوزيتيف. وزيد خويا رشيد تقول لي الصومون تاع ترافيك بريفولا تنظيف بلوعة. نجم نقول لك حاجه زيد حاجه اخرى خويا رشيد فكر شعار طويل تاع لعب لطيف في ملعب لطيف. ابو ناصر حاضر متحاضر درناها في الشهر هذيا. زيد الشعار تاني اللي دار حاله خويا رشيد في الشهر اسمه الشهر في بلاد الشام بعد ذلك كنت حافظ الراجي يقولها والناس اللي يقولوها درت البركة. انا قلت دير الشعار تاعك الشعار تاعنا درنا احنا تاع خويا رشيد وزيد الشعار هذا. شكون مبدع هذا الشعار بقى تصير خويا رشيد ولا ندير فيه انا كاين لامين حيوا لامين معكم مهري محمد لامين يقول لي سمعت لي مستر شعارات فهمني الحمد لله ساعة كلمة طيبة خويا رشيد تبعت بنتك تعاونك فيها عندي جدي في اللغة العربية ربي يبارك تقرا سانكيم راني فارماسي بصح في العربية ربي يبارك ما شاء الله قول لك خويا رشيد ما نقول شوف ما تجيبش تنجح في جمعية الدرجة الخضراء تكون عندك الفور كومينيكاسيون كي تكون تعرف تكومينيكي مع الناس تعرف توصل الميساج يوصل لك الميساج هذاك. انا كي تشوف يعيطوا لك كثيرا من جميع شوف انت بقى رده كان عامل ازاي اخويا عبد المنعم يقول لي طب والناس اللي موجوده ده انقاذ وطن ده ايه انقاذ وطن ده اللي هيحاسبني عليه مش انت ده مش انت اللي هيحاسبني عليه ربنا. انا ما بخافش ابدا ولو كنت خفت كنت زمانكم دلوقتي كلكم في خراب ودمار للبلد دي خراب ودمار. طب ما تضايق كده الراجل اللي بيقول انا ما خويا رشيد تلعب 15 حاليا والله نديرو باش نجيبو الحاليا
هذه الحاجة الأولى اللي طالب في الشواطئ. ثاني حاجة اللي سعى لنا رب إن شاء الله خويا رشيد تم منطقة بحدي واحد طريق جديد لدينا المعشور والبقرات طريق جديد كان شوية لدينا أماكن اللي فيها شقرجال إن شاء الله جمعية أغرى السجارة وطنية بيتان وخليفة كثيرة في سنة الولاية أنا أتصلت معهم إن شاء الله هذه سعى ربي نغرس فيها إن شاء الله سلام الشباب كيف يدير عمل تطوعي شيء غريب هذا والله العظيم يعني هذا الشخص يستحق منا كل الاحترام وكل التقدير يخلي لك الكلمة الختامية لك نعم خويا رشيد ربي يبارك فيك إن شاء الله ونشكر الأمين وشريف ربي يبارك على الكلمة تاعهم أنا نقول لخويا رشيد كما كنت أنت علينا كمواطن من مدينة عنابة كمتطوع في سبيل الله نقول بلي نشطوا بنطلبوا ان شاء الله ربي يعطينا صحتنا ان شاء الله باش نكملوا انا نقول بلي كما كنت نقول خويا رشيد دركا حنا كنا مصادمين نحبوا غمضوا العينين غمضوا العينين مش راح نتفرجوا الماتش صح نحبوا كرة القدم نمارس كرة القدم نعرفوا بالماضي نعرفوا كرة القدم بس كي نروحوا الملعب خويا رشيد تغمضوا عينينا دخلونا حتى في لاميتو دخلونا حتى الاخر بس دخلونا للستاد بلي خويا رشيد يسالينا شنو المهام تاعنا التطوع هذا راهو شويه صعيب متطوع هذا لازم نعطي له قيمته انا كي نفرح كي نشوف خونا رشيد كي مكة عطانا سمو البديش انا حسة الاولى باش حطنا باللي احنا هم نقولوا احنا من نجوم مدينة عنابة نقول ربي يبارك هذا الشيء خلينا نتحفز باش نقوموا بعمليات اكثر ان شاء الله ونقولوا كيما نقولوا احنا في الجمعية تاعنا نقولوا بلاد الحضارة الكبيرة شغل دار كبيرة خويا رشيد فيها 52 غرفة وكل غرفة لازم نحفظوا في 9 بقاع الشيشي عبد الحكيم الشيشي ربي يحفظك ربي يقويك يعطيك الصحة والعافية ودمت موفق إن شاء الله ودمت ساعية للخير ولازم الناس تعرف قيمتك نشكر الحكيم بريحي محمد الأمين نشكر زاوي محمد شريف هذا مثال ميدك وتبقى ديما قدوة للأجيال إن شاء الله من أجل الخير ما حواجنا إلى ناس إيجابيين كيما أنت لأنه الظاهرة السلبية دي عمت واللامبالاة عمت أنت مع عناصر إيجابيين تدعو الخير عمل تطوعي تحبوا البلاد تحبوا المدينة ربي يبارك فيك إن شاء الله. إذا مستمعينا الكرام بهذا نكون قد أتينا هذا العدد الأول من حصة نجوم المدينة اللي خصصناه للأيقونة عبد الحكيم غشيشي بن عنابة البار واحد من مؤسسي أو مؤسس نادي جرين باي 2016 النادي الدراجة الخضراء. وما زال يمارس نشاطه من أجل المدينة إلى يومنا هذا نتمنى التوفيق إن شاء الله شكر موصول للمخرج عبد الحق عكاش شكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعتكم لحصة نجوم المدينة نلتقي بكم في عدد قادم إن شاء الله خليكم مع ياسين عاشوري راس الحمراء رشيد سعيد يحييكم إلى اللقاء
يصل برلين في ختام جولته الأوروبية التي يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية. السيد عطاف يبحث مع نظيرته الألمانية واقع وآفاق التعاون الثنائي والشراكة المتعددة بين البلدين. وفي لقائه أفراد الجالية بألمانيا، الوزير عطاف ينقل تحيات رئيس الجمهورية ويدعوها للانخراط في الحركية التنموية التي تعرفها الجزائر. مع اقتراب مواعيد مناسك الحج، الوزير بالمهدي يلتقي مرشدي بعثة الحج الجزائرية ويشدد على ضرورة المرافقة المتواصلة لتسهيل أداء المناسك وتوفير الخدمات الضرورية لهم. الجزائر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الهمجية التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة ضد الفلسطينيين العزل. نستهل الجريدة بشؤون الساحرة كرة القدم واللقاء النهائي لكأس الجمهورية الذي لعب مساء اليوم بوهران، والذي تابعه رئيس الجمهورية بحضور كبار المسؤولين في الدولة والمشرفين على كرة القدم الجزائرية، ومنهم كوتش المنتخب الوطني جمال بالماضي. وقد سلم رئيس الجمهورية سيد الكأس لقائد فريق جمعية أولمبي شلف إثر فوز الجمعية بهدفين لهدف بعد الوقت الإضافي على شباب بالوزداد. وللحديث عن نهائي كأس الجمهورية ينضم إلينا على المباشر زميل هاني شريط. مرحبا بك. مرحبا بشير. بالفعل عناصر أولمبيا شلف مثل ما ذكرت سلمت كأس الجزائر من طرف رئيس الجمهورية إثر الفوز على شباب الوزداد بعد الوقت الإضافي بهدفين مقابل واحد، وبالتالي رفع أولمبيا شلف كأسه الثانية بعد الأولى التي حققها سنة 2005 وخسارة في النهائي الذي خاضه سنة 92. بالمقابل لم يتمكن شباب الوزداد من إضافة التاج والكأس التاسعة، وتجمد رصيده عند 8 ألقاب رفقة اتحاد ومرودية الجزائر. وأيضا في قصيف المباراة مثلما ذكرت بشير تميزت بندية وجمعية شلف التي كانت منهزمة في البداية منذ الدقيقة السابعة لصالح شباب الوزداد عن طريق ويمبا من ركلة جزاء، تمكن من تعديل الكفة بعد مجهودات كبيرة كللت بتوقيع هدف التعادل بفضل المخضرم عدادي في الدقيقة 67، لتتجه المباراة نحو الوقت الإضافي ويضيف البديل مرسلي الهدف الثاني في الدقيقة 94، ويتحقق بعدها الهدف الذي كان يبحث عنه أبناء الونشريس، وتنطلق الأفراح التي لا تزال مستمرة في مدينة شلف وضواحيها ابتهاجا بهذا التاج وهذه الكأس الثانية التي تعود للأولمبي بعد 18 سنة، وهذا بفضل الصرامة والمثابرة والصبر الذي تميز به لاعبون فوق أرضية ملعب ميلود هدفي، وبفضل حنكة المدرب عبد القادر عمراني الذي كان مهندسا للتتويجين ويضيف خامس تتويج شخصي له بكأس الجزائر. بالمقابل شباب الوزداد ما زالت الفرصة بالنسبة إليه للتتويج بالبطولة الوطنية الرابطة الأولى التي يتصدرها لنيل الدرع الرابع على التوالي. شكرا هاني شريط. إذن أكثر تفاصيل عن هذا النهائي عقب الجريدة ضمن الحصاد الرياضي معك. أيضا في الرياضة أيضا وبتكليف من رئيس الجمهورية، أشرف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد اليوم على حفل تكريم النجم الرياضي لبن عكنون إثر تحقيقه الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وأصرح السيد حماد أنه عرفانا بالمجهودات المبذولة طوال الموسم الرياضي، أراد رئيس الجمهورية عبر هذا التكريم تكريس سعادة حميدة لغرس روح العطاء والفوز من خلال دعم الفرق الرياضية المتميزة. وكذا حافلة نقل
تساهم في مشروع رياضي طموح يرتكز أساسا على رؤية وخطة عمل جادة تؤهلكم إلى تحقيق أهداف رياضية عالية المستوى بالضبط بمكانة أكبر في المشهد الرياضي المقدم. والإفريقي وبالمناسبة أهدى القائمون على فريق النجم الرياضي لابن عكنون قميصا لرئيس الجمهورية يحمل القميص. إلى ملف التعاون الآن، حيث حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم بالعاصمة الألمانية برلين ضمن زيارة عمل إلى الجمهورية الألمانية، وذلك في ختام الجولة الأوروبية التي يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية. وفي مستهل هذه الزيارة، رأس السيد عطاف رفقة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك جلسة عمل خصصت لاستعراض واقع وآفاق علاقات الشراكة الجزائرية الألمانية إلى جانب مستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. الجانبان ثمن أيضا الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، وخاصة المشاريع المشتركة الكبرى التي يطمحان لتشييدها في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. وذكر سيد عطاف بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تعود جذورها لما معاهدة السلام الموقعة بين الجزائر وهامبورغ سنة 1751، مشيدا بآفاقها الواعدة لا سيما في المجالات التقنية والطاقوية. كما أعرب عن شكره للدعم الذي قدمته ألمانيا لترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي. الجزائر ستعمل وتعمل بقوة داخل مجلس الأمن من أجل المبادئ والقيم والمثل التي دافعت عنها ووقفت من أجلها، وهي التعاون، بناء الترابط المتكافئ، السلم الدولي والأمن الدولي، وملف آخر وليس أخير وهو دمقراطة المنظمات الدولية لإسماع صوت البشرية جماعة. وفي إطار هذه الزيارة أيضا التقى سير عطاف بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بألمانيا، وعند لجوها اللقاء الجزائرية التي ذهبت مؤسسات الدولة الجزائرية على تكريسها انطلاقا من التزام الجالية والاستماع إلى شرالتها على طبعة أنها جزء يتجزأ من الوطن. وفي كلمة له بالمناسبة نقل الوزير عطاف إلى أعضاء الجالية الوطنية تحية رئيس الجمهورية، مؤكدا حرصه على ترقية مكانة الجالية الجزائرية في الخارج والارتقاء بمستوى الاستجابة لانشغالات وتطلعات أفرادها. وذكر السيد عطاف بالإجراءات العملية التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح أفراد الجالية، داعيا إياهم للمساهمة في مسعى التجديد الجذري والواعد الذي تعرفه الجزائر تحت قيادة السيد الرئيس، مؤكدا في ذات السياق أن الجزائر تشهد استفاقة كبرى سياسيا اقتصاديا واجتماعيا. واختتم الوزير كلمته بتشجيع أفراد الجالية الوطنية على الانخراط التام في هذه الحركية وعلى المساهمة كل من موقعه في الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والرقي والاستقرار لوطننا الجزائر. هنأ الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش رئيس الجمهورية بمناسبة انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي. واعتذر الأمين العام الأممي أن انتخاب الجزائر جاء نظير جهودها الكبيرة من أجل إحلال السلم والأمن في منطقة وعلى المستوى الدولي، شاكرا رئيس الجمهورية على الالتزام الدائم لصالح التعاون الدولي والحل السلمي للنزاعات. كما حيا تمسك الجزائر المستمر والقوي بمبادئ وقيم ميثاق الأمم المتحدة والتزامها العميق والثابت متعددي الأطراف. كما تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف اليوم اتصالا هاتفيا من أخي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة السيد بدر بن حمد البوسعيدي، أنه فيه على إثر انتخاب الجزائر عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي.
هذا وتلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم اتصالا هاتفيا أيضا من أخيه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن أوفيه على انتخاب الجزائر عضو غير دائم بمجلس الأمن وفق ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. ونبقى مع ملف التعاون حيث استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات رفيق الزيتوني اليوم بالجزائر مبعوث الوزير الأول البريطاني المكلف بالشراكة التجارية مع الجزائر ولبنان ريتشارد ريسب الذي استعرض معه سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي. وبالمناسبة أكد السيد الزيتوني للمسؤول البريطاني الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على أهمية السوق الجزائرية كوجهة استثمارية واعدة بالإضافة إلى الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد. برلمانيا وخلال جلسة للمصادقة على مشروع القانون المحدد لقائمة الأعياد الرسمية وأكد مشروع القانون المتعلق بالتقاعد أكد رئيس مجلس الأمة سيد صالح روجيل أن الجزائر أثبتت مكانتها دوليا وأن زيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا حملت الكثير من الدلالات. هذا الوضع اللي نشوف فيه الجزائر وعن الاحترام الدولي للجزائر، الزيارة الأخيرة نتاع الرئيس إلى روسيا أعطت يعني مفخرة لكل الجزائر، لأن من خلال الرئيس نشوف روحنا كلنا في هذا، وفي العلاقات الدولية مش الأمور هكذاك سهلة، وهذا امتحان آخر يظهر بلي الجزائر هذا باس عليها، والجزائر محترمة، والجزائر رفعت راسها، والكلمة تاع الجزائر تبقى دائما مرفوعة. تحضيرا لبداية مناسك الحج التقى وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بن مهدي اليوم أعضاء لجنة الفتوى والإرشاد الديني لبعثة الحج الجزائرية باللقاء المقدسة وأكد أن مهمة المرشدين هي المهمة المحورية في الحج وأعطى توجيهات للمرشدين بضرورة المرافقة الدائمة للحجاج ابتداء من يوم التروية إلى آخر أيام التشويق. نستمع لسيد الوزير بن مهدي متحدثا لمفر الإذاعة إلى البقاع المقدسة نور ويس. الإرشاد الديني والفتوى هي مخخة الحج وأساسه وركنه، وقد ذكرنا في جدة كان الحديث عن نحو فقه ميسر الحج، ولا يفعل ذلك إلا الفقهاء والعلماء والمرشدون والمرشدات. نشاطهم في كل المركزين في مكة والمدينة نشاط قوي كبير على مستوى يعني المكاتب، على مستوى زيارة الغرف، على المحاضرات والدروس. الجو في الحج جدا مبهج جدا، وكذلك مرافقة الحجيج إلى إقامة الشعائر أو شعيرة العمرة طواف المسعين، هذا كذلك شهد إقبالا كبيرا وتأطير الحجيج. أعطينا لإخواني المرشدين والمرشدات وأعضاء لجنة الفتوى توجيهات تتعلق بمشاعر عرفات ومزدلفة ومنى، لأن هي المحطة الكبرى، وسيكون لنا لقاء عام ستحضرونه لكي نوجه كل أفراد البعثة في 165 عضوا، ولكن يسبقها أيضا لقاء آخر يتحدث عن خطة المشاعر التي سيقدمها إخواننا في الحماية المدنية، وهي خطة محكمة تراعي كل الجوانب التي تكون إن شاء الله مسهلة لأداء مناسك الحج. في سياق وتحسبا لعيد الأضحى المبارك، أعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في بيان لها اليوم عن إطلاق الحملة التخصيصية لعملية جمع جلود أضاحي عيد الأضحى، وذلك بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة المعنية بهذه العملية. وتأتي هذه الحملة للمساهمة في ترقية الصناعات الوطنية للنسيج والجلود قصد تثمينها كمدخلات أساسية والمساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال استرجاع هذه الثروة. بغرض وضع استراتيجية محكمة لمكافحة حرائق الغابات خلال هذه الصائفة، حددت المديرية العامة للغابات خطة وقائية تقوم على إرسال فرق متنقلة للتحسيس بطرق تفادي الحرائق ومواجهتها في حال وقوعها. وسيتم بدءا من هذه السنة استغلال الذكاء الاصطناعي لإخماد الحرائق، كما أكد المدير العام للغابات جمال قوهرية في برنامج ضيف الصباح اليوم مع سمو المنصوري والمتابعة لمحمد بوسيقى.
وضع استراتيجية وقائية وأخرى تحسيسية من شأنها تفادي حرائق الغابات عكس السنوات الماضية هو ما قامت به الدولة، يقول المدير العام للغابات جمال طهرية. وضعنا استراتيجية وقائية في تفادي اندلاع الحرائق. في حالة ما تكون هناك نيران، تكون الوسائل المادية والبشرية للتدخل السريع في إخماد هذه الحرائق. الأعمال التحسيسية هي فرق متنقلة متكونة من مختلف القطاعات تقوم بالتحسيس للأشغال اللي لازم تقوم بها الساكنة المحابية للغابة، ونوريو لها الطريقة لتحمي نفسها في حالة ما يكون هناك أي حريق قريب يقدر يؤدي إلى خسائر مادية أو بشرية. القانون الجديد يؤكد أن التغييرات بالرغم من شأن الحد من حرائق الغابات يضيف جمال طهرية. تكون من 164 مادة، من أهميتها هو فتح المجال الغابي للاستثمار، السكان المجاورين للغابة يسكنون حتى داخل الغابات. فتحنا كذلك كراء فضاءات الغابية، وفتحنا كذلك مجال حق الاستغلال لتثمين الثروة الغابية يمكن حمايتها. إذا تكلمنا عن المراقبة وطبعا وجود أحكام ردائية في حالة ما يكون تعدد إلى حرائق الغابات كبيرة أو موت أو فقدان أرواح، ولا تكون هناك ظروف مشددة. استغلال التكنولوجيا الحديثة وخاصة الذكاء الاصطناعي في السنة في إخماد الحرائق. التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي تمكننا من معرفة التدقيق أماكن في وقت النهار. لا هذا وقت الليل. في فاخر نسكن 14 نسكن في 12 أنا نسكن في 12 وهي تنكمل وانا نطلع ونهبط في هذه القرطية في النهار ب30 في الليل ب45 ب49 سيتم غلق الطريق ريال الشرق غرب على مستوى بلدية عين تابوتر بولاية برج بوعليريج في كلا الاتجاهين لمدة ساعتين غدا بدءا من الساعة 6 صباحا، كما توضح الملازم أول للدرك الوطني بن حمزة ميسو. نعلم مستعملي الطريق أنه سيتم غلق طريق السيارة شرق غرب على مستوى المكان المسمى بيرشولي بلدية عين تاغول ولاية برج بوعليريج في كلا الاتجاهين لمدة ساعتين، وذلك ابتداء من يوم الغد الجمعة الموافق 23 جوان 2023 على الساعة 6 صباحا، وهذا بسبب وجود أشغال تمرين شبكة الكهرباء. إذا نعلم المتواجدين من سطيف باتجاه الجزائر سيتم تحويل حركة المرور على مستوى محول عين أبنات سطيف اتجاه طريق الوطني رقم 5. أما بالنسبة للمتوجهين من الجزائر نحو سطيف سيتم تحويل حركة المرور على مستوى محول عين تغروت اتجاه طريق الوطني رقم 5. تزامنا والذكرى 140 لوفاة مؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر الجزائري، تتواصل بنادي الثقافة عيسى مسعودي فعاليات ملتقى الجزائر للإبداع والفن، وقد وزعت الجوائز الشعرية في مسابقة الأبي عبد القادر شاعرا وملهما، وقد نال الجائزة الأولى عن فئة الشعر الفصيح نذير طيار من ولاية قسنطينة، والجائزة الأولى عن فئة الشعر الشعبي نالها صاحب قصيدة البار من ولاية المغير. استمع للفائزين على التوالي في ميكروفون محمد فؤاد. هذه الجائزة تعني الكثير، والسبب الرئيسي يعني الذي دفعني للمشاركة وموضوع المسابقة الأمير عبد القادر الذي أحبه وأجله وأعتبره شخصية متعددة الأبعاد، فهو الشاعر والمتصوف والمجاهد المقاول الفارس. سعيد جدا بهذا الفوز، وخاصة أن المنافسة كانت مع فطاح إلى من الشعراء السعوديين. الفائز دائما يشعر بنسوة كبيرة، خاصة أنها أول مرة أنه الأمير عبد القادر مؤسس دولة جزائرية. الأمير عبد القادر الذي ضحى بشبابه وقدم نفسه في سبيل الوطن وفي سن مبكرة، فما أحوجنا إلى هذه القيم ولا هذه الشجاعة في هذا الوقت. الجزائر اليوم بأشد العبارات الاعتداءات الهمجية المتكررة وأعمال الترويع التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل. وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تدين الجزائر بأشد العبارات الاعتداءات الهمجية المتكررة وأعمال الترويع التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة في تشجير وحماية من سلطات الاحتلال الصهيوني ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ما أدى إلى سقوط عديد من الضحايا الأبرياء.
تدمير ممتلكاتهم وتطالب بالوقف الفوري لهذه الأعمال الشنيعة التي تعد خرقا فاضحا ومتكررا لكل القوانين والأعراف الدولية. دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية اليوم دول أوروبا إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع جوان عام 67 لحماية حل الدولتين الذي يدمره الكيان الصهيوني بإجراءاته بشكل ممنهج. وطالب شتية خلال استقباله سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي اليوم في رام الله لاستكمال الحوار الفلسطيني الأوروبي، طالب من دول الاتحاد عدم الاكتفاء بالبيانات بل حثها على اتخاذ إجراءات جدية لرفض الاستيطان والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين. وصف مدير مركز المخابرات الإسبانية السابق وسفير إسبانيا الأسبق لدى المغرب والولايات المتحدة الأمريكية خورخي ديسكالار التغيير في موقف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الداعم لسياسة أستراليا من مدى الصحراء الغربية بالخطأ الجسيم. وفي ندوة عقدت في مدينة برشلونة تحت عنوان الجيوسياسية في ظل المنافسات الكبرى، انتقد خورخي ديسكالار دعم سانشيز شهر مارس 2022 لأطروحة المغرب في الصحراء الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن استمرار الصراع في الصحراء الغربية التي تطالب بالاستقلال منذ سنوات ناتج عن عدم قدرة الأمم المتحدة على تنظيم استفتاء تقرير المصير لأن المغرب يرفض ذلك. انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش عدم إنصاف ضحايا الأحداث المأساوية التي وقعت قبل عام على السياج الحدوثي الفاصل في المعبورة المغربية وجيب ليبيا الإسبانية، مطالبة المغرب وإسبانيا بإجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل من أجل تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة وضمن عدم تكرار هذه الأحداث. كان هذا الخبر الأخير في الجريدة، وهذا تبديل لأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يسلم كأس الجمهورية لقائد فريق جمعية الشلف في نهائي الكأس في ملعب السيد عطاف يبحث مع نظيرته الألمانية واقع وآفاق التعاون الثنائي والشراكة المتعددة بين البلدين. وفي لقاء أفراد الجالية بألمانيا الوزير عطاف ينقل تحيات رئيس الجمهورية ويدعوها للانخراط في الحركية التنموية التي تعرفها الجزائر. مع اقتراب مواعيد مناسك الحج الوزير بالمهدي يلتقي مرشدي بعثة الحج الجزائرية بالبقاع المقدسة ويشدد على ضرورة المرافقة المتواصلة لتسهيل أداء المناسك وتوفير الخدمات الضرورية لهم. الجزائر تدير بأشد العبارات الاعتداءات الهمجية التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة ضد الفلسطينيين العزل. غنو فضاءات ثقافية وسياحية فسيفساء جزائرية من الإذاعات الوطنية الموضوعاتية والجهوية محلاها بلادي الزينة بكل ألوان صيف الجزائر. أنت قدمني الجو.
الصيفية لإذاعة عنابة. تنوع أثير يجمعنا في صيف عنابة. برامج متنوعة، سياحة وثقافة، معالم جزائرية، نقل مباشر وتفاعلية، بكل ألوان صيف عنابة. فسيفساء هيبون الأثرية مباشرة على الهواء. كوكتيل صيفي متنوع، فلاترات محبقة بريحة صيف بغاد. صيف عنابة ليمون هارفي. بعد على 24 عنابة فهم في صيف 2023. I'm not afraid.
بنغلاديش من هي بنغلاديش هذيك هي شويه طبش نجيب تاكسي عشان الشونتي هذا اللي داروا حتى هما حلو شونتي وخلوا زيمك ما كنت حاب تحكم تاكسي لك ولا تصيب عشان حتى كي يوصلوا ولا يوصلوا هنا ويدوروا على الجمر
الخارج ورصدت كي الدورة تطلع. أخذ دورة شبابك عايز تهوجي منك.